مولانا معلش ببعت لحضرتك في وقت متأخر، بس كنت قريت بوست كده عايز اخد رأي حضرتك فيه. وريت بالمرة ونبقى مولانا تتابع البوستات اللي الناس كتيرة بتكتبها اليومين دول عن الأزمة اللي احنا فيها وكمان الأخبار، لأن الواحد بصراحة ما بقاش عارف الصح من الغلط فيه. ناس كتيرة موهومة بخزعبلتها وعمالين يقولوا إن ربنا هو اللي عمل فينا كده وإنه كان ممكن يغسل بينا الأرض. ليه يا جدعان؟ هو إحنا كفرة ولا إيه؟ طب ده حتى الكفرة سايبهم متهنيين وهيصين في الدنيا والمال والشهوات. ما هو لو فعلا ربنا هو اللي عمل فينا كده كان عمله من زمان. هو مرض عادي زي أي مرض في الدنيا، والطب هيلاقي له علاج وخلاص خلصت. ارحمونا بقى. ولا يكون في كون الله إلا ما أراده الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وآله المستحقين الشرفة، وبعد، أهلا وسهلا بكم. ربنا سبحانه وتعالى أقام الكون على سنن كونية وقواعد إلهية لا تنخرم ولا تتخلف إلا بإرادته ومشيئته. ومن ضمن السنن الكونية اللي ربنا أقام عليها الكون أن الله سبحانه وتعالى يكرم المصلحين، يكرم المصلحين حتى ولو كانوا كافرين. مش شرط أنه يكون مسلم عشان ربنا يكرمه ما دام مصلحا. ودوت استنبطه الإمام الزمخشري من قول الله سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وقول الله سبحانه وتعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. فربنا سبحانه وتعالى لا يضيع أبدا أجر الإنسان اللي بيحسن وبيصلح في الكون، ودي اسمها سنة كونية ما تتخلفش إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى. ربنا لما خلق الإنسان واستخلفه في الأرض كان نتيجة الاستخلاف أو ضوابط الاستخلاف ثلاث حاجات: أول حاجة العبادة، تاني حاجة تزكية النفس، ثالث حاجة تعمير الأرض. أولا عبادة الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تاني حاجة تزكية النفس. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الأمر الثالث تعمير الأرض. فنلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول في صريح القرآن: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يعني استعمركم؟ الألف والسين والته بيدلوا على إيه؟ بيدلوا على الطلب. يعني إيه؟ يعني طلب منكم أن تعمروا الأرض. هم دول التلات حاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى استخلف الإنسان من أجلهم إن هو يحققهم في الأرض. يبقى واحد العبادة، اتنين تزكية النفس، تلاتة تعمير الأرض. وعلشان الإنسان يؤدي الوظيفة ربنا سبحانه وتعالى بكرمه وبلطفه وبقدرته سخر له الطبيعة. خلي بالك وركز معايا في الكلام اللي جاي. ربنا سخر للإنسان الطبيعة من أجل إن هو يؤدي هذه الرسالة اللي بتكمن في الثلاث حاجات اللي احنا قلناه. وهو ده السؤال: هل أدى الإنسان الوظيفة كما ينبغي ولا ما أدهاش؟ طيب إيه اللي وصل إليه الإنسان من خلال تسخير ربنا سبحانه وتعالى له الكون؟ هل اعتقد في المسخر ربنا ولا اعتقد في المسخر اللي هو الكون؟
بقى عندنا ثلاث حاجات: مسخر وهو الله، ومسخر له وهو الإنسان علشان يؤدي الوظيفة، ومسخر وهو الطبيعة اللي احنا شايفينها اللي احنا بنعيشها. فربنا سخر لينا الطبيعة علشان نؤدي الوظيفة اللي بتكمن في الثلاث حاجات اللي احنا ذكرناها. وده جبناه منين؟ جبناه من الآيات القرآنية اللي احنا لازلنا في رحلتنا بنبحث معها حول ما يحصل في الكون من آيات. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم من أجلكم. ليه؟ علشان نؤدي الوظيفة. في آية تانية يقول: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. لكن جميعا من مين؟ منه. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، علشان نستدل عليه سبحانه وتعالى، مش علشان نؤمن في قدرة الطبيعة اللي هي اللي بتعمل الأشياء اللي احنا بنشوفها. ومن هذا الباب بدأ الإنسان يظن إنه صار سيد على الكون. والحقيقة إن في فرق كبير جدا بين إنه يكون الإنسان سيد في الكون وبين إنه يكون سيد على الكون. حرف الجر ده بيختلف معاه معاني كتيرة جدا. الإنسان يصير سيد في الكون من خلال ضوابط شرعية ربنا سبحانه وتعالى جعلها له، وسنن كونية لا تتخلف من أجل إنه يؤدي الوظيفة. لكن لو الإنسان ظن إنه هو سيد على الكون ومالك للكون، يبدأ يتصرف في هذا الكون بأمور تضر الكون نفسه وتضر الإنسان. ومن هنا لما صار الإنسان بيعتقد في الكون إنه هو اللي بيخلق وإن اللي هو بيعمل وإن هو اللي بيسوي، ربنا سبحانه وتعالى بحكمته وإرادته يجي يروح يجعل من سخر يتمرد. وهنا لما الإنسان يبدأ يعتقد في الكون، ربنا سبحانه وتعالى يبدأ يجعل الإنسان اللي سخر له الكون يجعل الكون يتمرد على الإنسان، يجعل الطبيعة ترجع تتمرد على الإنسان من خلال الآيات الكونية، من خلال ظهور فيروسات الإنسان يقف قدامها عاجز مش لاقيلها أي حل، يقف يبص إيه اللي حصل وإيه اللي إحنا وصلنا إليه، يجد نفسه أنه عاجز أمام قدرة إلهية. كتير مننا يبدأ يفهم الرسالة على طول، إن ربنا وإن الكون ده له خالق وإن الكون ده له مسير، والكون بيسير وفق سنن كونية معينة ما بيخلقهاش الإنسان. وبالتالي وجدنا الناس هل هترجع لربها من خلال الرسائل دي ولا ما ترجعش؟ من الناس اللي رجع وبدأ يفكر إن الكون ده ما ينفعش إن ما يكونش ليه خالق، وفي اللي ظل يؤمن بقدرة الطبيعة، وده راجع إن هم آمنوا بالأسباب ولكن لم ينظروا إلى ما وراء الأسباب. كتير من الناس بتاخد بالأسباب وبتعتقد إن الأسباب هي اللي بتخلق، لما يشوفوا السحاب يظنوا إن السحاب هي اللي بتنزل المطر، لكن ما شافوش مين اللي بيرسل السحاب. هي دي الفكرة وهي دي النظرية. الاعتقاد في السبب ولا في الاعتقاد في المسبب، ده من أحد الأسباب اللي خلى الناس تنظر إلى الطبيعة إن هي بتخلق نفسها. وبعضهم اغتر بالعلم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يشاء إن سننه الكونية تظل على مر الأزمنة تأتي وتأتي وتأتي حتى يعود الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وكذلك نصرف الآيات لعلهم يرجعون. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد، ولك الحمد يا ربنا على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب السماوات والأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، نعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.